طبعا الجمهور اللبناني ما كذب خبره وحجز كل بطاقات الحفل بأول يوم نزلت من مقاعد $60 اللي يقال خلصوا بأربع دقايق بس لآخر كرسي بالحفل. ولما المنظمين طرحوا مقاعد من جديد عن جديد خلصوا بنفس الدقيقة. وإن دل على شيء هيدا الموضوع ببين إنه اللبنانية صارت حياتهم كلها سوق سوداء، وقدر الشعب العنيد العظيم يحكي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامي ليوافق يفوت عمرو دياب على منصة صيرفة فرع فني. والعالم الله إنه الشعب اللبناني بحبك وإنه أغانيك رافقت أجيال وأفراح من ليالي السهر والمطاعم للمسابح من الجنوب للشمال. اللبنانية أجمعوا وربطوا أجواء الصيفية والصيف والبحر والبرونزاج بأغانيك. من وانا صغير يقولوا بيروت ويقولوا لبنان وكده، وما جيت ولقيتها أحسن ما كنت أتصور، ولقيت ناسها أحلى ما كنت أتصور، ولقيت حاجات كتيرة جدا فعشقتها وحبيتها لدرجة إن أما ببعد عنها فأنا ببقى متضايق، يعني أنا جوايا ببقى حزين. وأهلا وسهلا، والله العظيم رح تنور بيروت. بس سؤالنا عن شطارة اللبنانية، من وين بيقدروا يلعبوا بالفن لعب؟ كيف صادروا البطاقات ليبيعوها سوق سوداء؟ وأصلا حتى لو كانت سوق بيضاء، كيف قادر هالشعب ينسى أزمته الاقتصادية ويقبل على حاله ما يعبي بنزين بس يعبي دماغ بأغاني الحفلات؟ بلد منهار من أعلى الهضاب بس قادر يتسلق حفل الهضبة. وعلى فكرة مش جديدة على اللبنانية، بالتسعينات وش إنه طالعين من حرب ها؟ عقد الرئيس الشهيد رفيق الحريري خلوة مع الرئيس المصري حسني مبارك وطلب منه مساعدات للبلد اللي بعده مدمر وبده يتعمر. بيقوم بجاوبه مبارك: مساعدات ايه؟ اذا كان حتة عيل من عندنا رح غنى عندكم ورجع بمليون جنيه. بس العيل اليوم كبر وصار هضبة، وانا هلأ اذا بلاقي بطاقة سوق سوداء رح اروح احضر. ده اللي كان نفسي فيه لو تيجي الصدفة تجمعني بيه، فرصة عمري اضيعها ليه؟